السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. ربنا ان شاء الله يمر الايام دي على خير باذن الله كده، ويحفظنا ويحفظ اسرنا ويحفظ بلدنا ويعدي الدنيا كلها على خير باذن الله. الحقيقة النهاردة هنتكلم كده عن موضوع اعتقد ان الناس كلها بقت تتكلم عنه دلوقتي، قصة المناعة دي. ويمكن المناعة دي يعني بقت من اكتر الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي في الجائحة اللي احنا بنمر فيها، اللي بنمر بيها في العالم كله، اللي يمكن هو العامل الوحيد دلوقتي اللي نقدر نقول ان هو اكيد ليه علاقه بمساله الفيروس ومساله الكوفيد 19 ده، هو او كوفيد 19، هو قصه المناعه. الحاجه الوحيده اللي بتضمن رد فعل كويس او يعني ان المريض ان شاء الله بيعدي بسلام هي ان تكون مناعته قويه. كل الكلام التاني حتى وكل الدراسات عن الادويه او كده معظمها لحد دلوقتي اندر تراير، يعني مش كامله، مش كامله الايفيدنس اللي عليها، مش كامله الدلائل اللي عليها. وبالتالي احنا لحد دلوقتي واقفين قدام ان احنا بنحاول نعمل حاجتين: التباعد الاجتماعي علشان نقلل طريقه انتقال الفيروس، والحاجه الثانيه هي ان احنا نزود مناعه المريض علشان خاطر نقدر نوصل لمرحله ان شاء الله يكون في حاله كويسه واموره تعدي بخير، ونشوف منه حالات مايلد اللي هي بتمر زيها زي الانفلونزا العاديه. الجائحة بتاعت كورونا دي الحقيقة اذا كان فيروس مخلق او غير مخلق، اذا كان ده فعلا انتاج معمل، اذا كان الفيروس ده تطور تاني لفيروس السارس، في كل الاحوال احنا لحد دلوقتي مش لاقيين علاج محدد، ما عندناش علاج محدد ليه. كل البروتوكولات بتتكلم عن حاجتين: التباعد الاجتماعي، وان انا احاول ازود المناعة بتاعت المريض. النهارده هنتكلم عن قصه المناعه دي. المناعه دي قصه كبيره جدا جدا جدا. يعني هل في حاجه اسمها مناعه اساسا؟ طبعا في حاجه اسمها مناعه، وفي جهاز اسمه جهاز مناعي للبني ادم، بتدخل فيه الغدد الليمفاويه والخلايا الليمفاويه، عشان ما اتكلمش بطريقه طبيه بحته، لكن في جهاز اسمه جهاز المناعه، وبالتالي هو المسؤول عن الدفاع عن الجسم ضد كل ما هو يهاجم الجسم، سواء اذا كان فيروسات، بكتيريا، اي حاجه خارجيه. وفي بعض الامراض بتبقى مرتبطه بالجهاز المناعي لدرجه ان هي بتخلي بيبقى في خلل في الجهاز المناعي، يبتدي الجهاز المناعي بتاع الجسم يهاجم حاجه شخصيه من البني ادم من جوه المريض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يحصل خلل في المناعه، يبتدي بدل كانوا دايما يشبهوه الجهاز المناعي ده زي مثلا شبكه الدفاع الجوي بتاعه الجيش، يقول لك بدل ما هو بيهاجم الطيارات اللي هي معادية لينا، يبتدي يهاجم حتى انا بقول لك في بعض الامراض يعني بتاعت المناعة، يهاجم حاجات خاصة بالجسم هو، زي ما بيحصل في امراض زي الروماتويد لما بيهاجم مفاصل، زي في الذئبة الحمراء لما يبتدي يهاجم اغشية من اغشية الجسم. فاذا المناعة دي شيء جهاز محدد للجسم، بناء عليه بتتحدد يمكن رد فعل المريض او الانسان من مهاجمته من فيروس او بكتيريا او او او, أو. بتفرق من المناعة. عشان كده لما احنا بنقول ان في واحد مناعته قوية وفي واحد مناعته، طبعا في حاجة اسمها مناعة قوية وفي حاجة اسمها مناعة ضعيفة، اساسي. تمام؟ طيب هي المناعة دي يعني ايه؟ المناعة دي حاجتين، هي في مناعة مكتسبة وفي مناعة بتتولد معانا واحنا نازلين. المناعة اللي بتتولد معانا اللي هو بيقوم بها الجهاز المناعي العادي من كرات دم بيضاء، من خلايا لمفاوية وهكذا. لكن في مناعة انا ممكن اكتسبها نتيجة تعرضي لمثلا ميكروب قبل كده او فيروس قبل كده. تمام؟ او مناعه ممكن اكتسبها نتيجه ان انا مثلا اتخذت تطعيم معين، زي مثلا لما بندي تطعيمات الاطفال بتاعه شلل الاطفال بتاعه الحصبه كده، بنكون مدين الفيروس ده مضاعف، بحيث ان احنا نستثير مناعه المريض ضده، والفيروس بيبقى ضعيف ما يقدرش يصيبه، فهو يبقى كده خد مناعه ما يقدرش يتصاب بيه تاني. يبقى عندنا نوعين من المناعه: مناعه مكتسبه ومناعه طبيعيه. هي دول نوعين المناعة اللي احنا بنتحرك بيهم من خلال حياتنا كلها، ودي اللي بيقدر يحددوا رد فعلنا تجاه اي ميكروب. عشان كده بتختلف، مش كل الناس مثلا، في ناس زي ما كلنا بنشوف لما بيجي لها انفلونزا، في ناس بتقعد يوم واتنين في السرير، وفي ناس بتطول جدا، وفي ناس ما بتاخدها وهي واقفه. لما رد فعلنا تجاه اي مرض بيتوقف على مناعتنا، سواء كانت قويه ولا لا. المناعه بتتاثر بحاجات كتير طبعا، تمام؟ لكن مناعة الشخص نفسه ممكن تقل وتزيد في خلال عمره. بمعنى يعني الست مثلا وهي بريجننت وهي حامل، اكيد مناعتها بتبقى ضعيفه شويه. الست وهي بترضع بتبقى مناعتها ضعيفه شويه. الطفل اللي ما بيرضعش طبيعي من 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 امه برضه بتبقى، لان بتبقى في مواد مناعيه بتنزل له في خلال لبن الام، دي بتخلي المناعه بتاعته يكتسبها. لكن لو هو بياخد لبن صناعي ده برضه هيقل. فالمناعه دي شيء مهم جدا جدا جدا. تمام؟
طيب احنا عندنا، هل في حد مناعته كويسه ومناعته ضعيفه؟ اه اتفقنا ان في حد مناعته كويسه وفي حد مناعته ضعيفه، وكتير جدا الكلام ده. طيب المناعه بتقل وبتزيد من خلال العمر، بتقل وتزيد خلال العمر. طبعا الناس الاولد ايج اكيد مناعتهم اللي سنهم كبير اكيد مناعتهم اقل من كده، اقل من الناس الشباب بكتير. الناس في فترات معينه زي فترات الحمل بتقل فيها المناعه كتير. تمام. طب ايه اسباب ضعف المناعه في الوضع الطبيعي؟ من اكثر اسبابين لضعف المناعه في الحاجه التانيه في الحياه العاديه حاجتين، من الحاجات الطبيعيه، يا اما عدم النوم بعدد ساعات كافي، والضغوط العصبيه. وللاسف طبعا الضغوط العصبيه بقت حاجه يعني عندنا في كل حياتنا موجوده طول الوقت. للاسف الضغوط العصبيه من الحاجات اللي هي بتسبب يعني ضعف كبير جدا في المناعه، لدرجه ان هو فيما يخص كوفيد 19 اللي موجود حاليا يقال ان من ضمن اسباب الوفاه هي المناعه القليله. البيشنت لما بيحصل له مساله بانيك اتاك، خوف جدا شديد من قصه الاصابه اللي حصلت له دي، مناعته بتقل جدا، ما بينامش، كل ده بيقلل ضعف المناعه قدام الفيروس اللي هو بيهاجم. ايه تاني ممكن يزود؟ طبعا نقص بعض الحاجات الفيتامينز الاساسيه اللي في الجسم بتؤدي الى نقص المناعه. عشان كده احنا بنقول للمريض اللي هو عايز يزود مناعه ان هو يعمل حاجتين، ان هو ياكل اكلات طبيعيه ويقلل من الحاجات الصناعيه، يعني البيبسيات والشيبسيات والكلام ده، لا الحاجات دي بتقلل مناعته كتير لانها بتستهلك الجسم، انها معظمها حاجات مصنعه، فالجسم بيتعرف على حاجات جديده داخله عليه، على عكس اي حاجه طبيعيه بتبقى بتزود مناعه. طبعا فيما يخص بالذات الخضروات والفواكه، الحاجات اللي طالعه من الارض بتاعت ربنا، هي دي اكتر حاجات بتزود مناعتنا. تمام. طيب احنا قلنا ثلاث اسباب لعدم ان المناعه تقل: سوء التغذيه بالذات للحاجات الطبيعيه، قلة النوم، والحالة النفسية. تمام. طب في حاجة تاني طبعا أشهرهم الأمراض المزمنة، أكيد المريض بتاع الضغط والسكر مناعته أقل بكتير من المريض، لا من الشخص الطبيعي. أي أمراض مزمنة زي ضغط، زي سكر، زي روماتويد، زي أمراض القلب المزمنة، زي أمراض الذئبة الحمراء، كل الحاجات دي بتأدي إن المريض يضعف مناعته كتير. طبعا في بعض الناس بتضطر نتيجة أمراض بتستخدم بعض الأدوية، بعض الأدوية دي بتقلل المناعة. تمام. تقليل المناعه ده، تقليل المناعه في المريض ده بتخلي رد فعله ناحيه اي مرض اكيد اقل. وبمناسبه اللي احنا بنعيش فيه والجائحه اللي احنا بنعيش فيها، في ناس بتعدي زي ما حضراتكم كلكم بتسمعوا، يعني هي حتى لما اكتشفوا الفيروس في الاول كانوا قالوا ان هم قسموها ثلاث تقسيمات. انا بتكلم يمكن عن الصين، يمكن في مصر هنا لسه ما عندناش ارقام محدده، لكن كانت الصين قالت ان في 81% او 82% من الناس الامور بتعدي بحاجه اسمها مايلد كيس، يعني حاجات خفيفه خالص المريض بيعدي بيها زيها زي دور انفلونزا، خفيف خالص خالص خالص، ما بيفرقش معاه حاجه، يعني ما بيحسش بيه، وربما يمكن لو ما كانش عنده اناونس باللي بيحصل ده ما كانش يطلب انه يعمل تحليل ولا ان هو حتى يزور دكتور. تمام. وان النسبه حوالي 12 ل 13% او توصل ل 14%، النسبه دي بيسموها مودريت كيس، بيعدي بدور انفلونزا بس شديد شويه، بيحتاج انه يشوف دكتور فيه، لكن الامور بتعدي بخير زي دور التهاب شعبي او التهاب رئوي بس خفيف. يتبقى بس من حوالي من 5% ل 6% هم دول اللي بيحتاجوا تدخل وعنايه مستشفى، ولا سمح الله ممكن امور تتطور. ال 5% دول معظمهم بتبقى مشكلتهم الاساسيه هي مشكله مناعه. يبقى احنا الحرب الاساسيه او لحد دلوقتي السلاح اللي في ايدينا الوحيد لمواجهه الكوفيد 19 هو المناعه. لحد اللحظه اللي فيها كل الكلام لحد دلوقتي ما اقدرش اقول ان هو ثبت، يعني لحد يقدر يقول ان الكلوروكين رغم النجاحات اللي محققها وبيبقى يستخدم في بروتوكول وزاره الصحه، لكن ما فيش ايفيدنس ان هو دواء موصى به، ما فيش ايفيدنس دواء. احنا دلوقتي كلنا بندي حاجات بيسموها سيمتوماتيك تريتمنت. يعني ايه سيمتوماتيك تريتمنت؟ يعني انا بدي حاجات بالاضافه ان انا ازود مناعه المريض، انا بدي حاجات مثلا انا خايف ان المرض ده بيعمل جلطات، فانا هدي حاجات مذيبه للجلطات او حاجات بتعمل سيوله عشان اقلل الخطوره دي. المرض ده بيعمل مشكله في شرايين الدم، ندي حق الادويه ليها وهكذا. فاحنا ده بنسميه سبورتيف تريتمنت او سيمتوماتيك تريتمنت. لحد دلوقتي السلاح الاساسي لمواجهه كوفيد 19 هو مناعه المريض. عشان كده احنا بندور على ايه؟ بندور على الحاجات اللي ممكن تزود لنا المناعه شويه. الحاجات اللي بتقلل المناعه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الحاجات اللي هي الطبيعيه، سواء اذا كانت ضغوط عصبيه او قله نوم او قله تغذيه او سوء التغذيه اللي انا قصدي بيه. دايما الناس بتفتكر ان سوء التغذيه ده يعني المرضى، انا اسف، الفقير شويه اللي بيبقى اكله قليل شويه او اكله رخيص شويه. لا ابدا، دايما الاكل اللي بيحسن المناعه. كلمه سوء التغذيه ليست لها علاقه لا بكميه الاكل ولا بنوعيته من ناحيه ان هو غالي ولا رخيص، لكن بتعتمد ان هو بيعتمد على حاجات ناتشرال، حاجات طبيعيه، هي دي اللي بتدينا مناعه، اللي ليها قيمه غذائيه عاليه زي الخضروات زي الفواكه. هي دي الحاجات اللي بتفرق معانا كتير قوي 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 في مناعه المريض. عشان كده الفواكه والخضروات والاكلات الطبيعيه والحاجات دي بتزود مناعتنا جدا، وهي اللي هو لحد دلوقتي زي ما قلنا هو السلاح الاساسي في مواجهه الكوفيد. طيب
طبعا نحاول نتجنب، اذا كان طبعا مساله الامراض المزمنه دي حاجه بتبقى غصب عننا، لكن وجود امراض مزمنه بيضعف مناعتنا اكيد. مناعه المريض اللي عنده سكر مختلفه عن المريض عن الشخص الطبيعي، مناعه المريض اللي عنده ضغط مختلفه عن الشخص الطبيعي، اللي عنده امراض مزمنه زي مثلا حساسيه الصدر، زي الروماتويد، زي الذئبه الحمراء، الحاجات اللي هي بتبقى مزمنه دي طبعا اكيد، وامراض القلب المزمنه من الحاجات دي اللي اكيد بتقلل مناعتنا خالص، بتقلل مناعه المريض في مواجهه اي ميكروب سواء كان الكوفيد او غيره. بما اننا احنا دلوقتي بنمر بجائحه الكوفيد، ربنا ان شاء الله يعديها باذن الله بالف خير يعني. طيب هل في حاجات اكتشفنا جديده؟ منها مثلا الانيميا. يمكن الانيميا بالنسبه لنا احنا في مصر كنا زمان بنقول الانيميا او اللي بيسموها فقر الدم بالعربي من الحاجات اللي بتقلل المناعه، او اللي بتقلل المناعه. والانيميا بقت من الحاجات اللي الرياكشن بتاعنا فيها، الرياكشن المريض اللي عنده انيميا مختلف تماما عن المريض اللي هو مش انيميك في قصه المناعه دي بالذات. وفي دراسات بتقول دلوقتي ان كتير من الديفيشنسي في الحاجات الغذائيه، كتير من النقص في الحاجات الغذائيه بيؤدي المناعه تبقى اضعف بكتير، وضعف المناعه ده هيؤدي بينا ان احنا يبقى عندنا مرض شديد شويه سواء اذا كان كوفيد ولا غير كوفيد، بما اننا بنتكلم في الفتره بتاعه الكوفيد دي. لكن هتبقى دايما الشخص ده، الشخص بتاع الانيميا ده، معرض اكتر بنسبه اكبر بكتير من الناس العاديه ان اموره تتدهور لا سمح الله سواء اذا كان بكوفيد ولا غيره. هي كلمه انيميا يعني ايه؟ كلمه انيميا يعني فقر الدم او نسبه الهيموجلوبين تقل. هل ليها اسباب؟ طبعا اشهر سبب، واشهر سبب في مصر يمكن اشهر سبب في العالم كله، هو نقص الحديد. لكن في اسباب كتير جدا، في اسباب كتير جدا للانيميا، منها انيميا تكسيريه، ومنها انيميا خاصه بنخاع العظام. لكن خلينا نتكلم في الانيميا الاشهر اللي احنا بنشوفها، يمكن بنسبه 90% من كل مرضى الانيميا اللي بنشوفهم هي انيميا الدم. انيميا الدم دي وبالذات في مصر مشكله، سواء كانت نتيجه سوء تغذيه ولا اسباب اخرى، لكن هي اشهر سبب للانيميا في مصر. تمام. طيب الانيميا دلوقتي بقت مرتبطه جدا بمساله الاميون سيستم، بالجهاز المناعي. ان وجود انيميا هيضعف جهاز المناعي، وبالتالي هيضعف مقاومتي انا. الجهاز المناعي ده هو الجيش بتاعي، هو الجيش اللي هيواجه اي هجوم خارجي. اذا كان الجيش بتاعي قوي هيقدر يرجع الهجوم الخارجي، اذا كان الجيش بتاعي مش قوي اكيد المساله هتبقى اصعب شويه عليا، هندخل في لا سمح الله في مضاعفات المرض دي. زي ما قلنا الانيميا فيها منها انواع، في منها انيميا تكسيريه، في منها انيميا خاصه بنخاع العظام. لكن هتظل السبب الاكبر والاساسي في الانيميا، او اللي بنسبه كبيره جدا، هو انيميا نقص الحديد. انيميا نقص الحديد هي الانيميا الاساسيه اللي احنا بنواجهها في مصر، ودي بنحاول نعالجها باستخدام الحديد طبعا، باستخدام بنحسن تغذيه المريض، او اذا كان في لا سمح الله اي سبب للنسف هو المريض مش شايفه كويس، ده احنا دي بنحاول نوصل لها ان احنا نحسنها، وبعد كده نبتدي نعالج المريض بالحديد. احنا عندنا مشكلة في العلاج الحديد الحقيقة، يعني مسألة ان انا اعالج المريض بالحديد مش موضوع سهل قوي. ليه؟ احنا عندنا طريقتين ناخد الحديد، يا اما هاخده اورال عن طريق البق يعني، سواء كان اقراص او شراب، او ان انا هاخده حقن. مشكلة حقن الحديد ان فيها حاجة مش لطيفة شوية، مسألة ان هي بيحصل منها حساسية كتير، وان هي محتاجة ان هي تتعطي على وريد، على محلول، يعني تتعطي بالوريد وعلى محلول، وبيحصل منها بعض انواع من الحساسية كتير. ففي الاغلب هي بتحتاج ان احنا ناخدها في مستشفى وليها حزبة معينة كده. موضوعها مش سهل شويه ان احنا نديه، وكتير من المرضى بيخاف منه وبيشبهوها بزي نقل الدم اللي ممكن يحصل منه اي رياكشنات. يتبقى النوع الثاني ايه؟ ان احنا المساله اللي في النوع الثاني ان انا ناخد الحديد عن طريق البق، حاجه لطيفه جدا. بس انا مشكلتي، ويمكن انا عشان انا راجل بتاع جهاز هضمي او بشتغل في جهاز هضمي، يمكن كل الدكاتره اللي الدنيا عارفين، يمكن كل الناس اللي عارفين المرضى اللي مروا بالتجربه دي قبل كده، انك تاخد حديد، اول ما تاخد الحديد هتبتدي تقول لي لا، انا بعد ما تاخده يومين ثلاثه تيجي تقول لي لا والله ده انا حاسس بامساك، لا ده انا والله معدتي وجعاني جدا ومش قادر اكمل. هتوصل لمرحله ان انا مش هكمل خالص، انا مش هقدر اكمل العلاج. وطبعا علاج الحديد ده يتطلب ايه؟ يتطلب ان انا اوصل لمرحله ان انا لا، انا لا، على الاقل لازم لما اخد علاج حديد وعالج بيه انيميا، انا محتاج العلاج لمده شهرين، لمده ثلاثه على الاقل خالص. فبالتالي انا محتاج اوصل ان انا عشان اوصل للهدف بتاعي، انا محتاج يكون العلاج ده يوصل لنتيجه. انا محتاج على الاقل شهرين ثلاثه لحد ما اوصل لهدفي، ان لحد ما اعالج الانيميا. فاذا ما كانش المريض هيعرف يكمل، هتبقى المساله بتاعت الحديد ملهاش اي لازمه. يعني انا محتاج دواء حديد يكون كويس، ما يكونش هيكون فعال، يكون مش هيسبب مشكله في الجهاز الهضمي بحيث المريض يضطر يوقفه من مشاكل الامساك او التهابات جدار المعده. والسبب والحاجه الثالثه ان الدواء ده يجيب معانا نتيجه. طيب لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين، ويكونوا موجودين بطريقه ما تسببش مشكله المريض بحيث انه يقدر يكمل على العلاج بتاعنا لمده شهرين ثلاثه. تمام. طيب احنا عندنا النوع ده يمكن اتكلم عنه النهارده، اللي هو فارافيرو، ده اللي هو فارافيرو 27. هو ده انسب حاجه بنديها دلوقتي مساله الانيميا. ليه؟ لان هو الفارافيرو ده
ما فيش عنده مشاكل في الجاسترايتس، في التهابات جدار المعده، ما عندوش مشاكل على الجهاز الهضمي من امساك وغيره، وبالتالي المريض بيقدر يكمل عليه وهو مرتاح. هو بالعكس هو مرتاح، هو مش حاسس بمشكله، طعمه كويس في البلع او لو مضغه تمام، وفي نفس الوقت بيجيب معاه نتائج كويسه، خاصه لو استخدمناه لمده شهرين ثلاثه. طيب القصه بتاعت الحديد ده، انا طالما غالبا المريض بتاع انيميا الحديد ده في الاغلب مش هتكون مشكلته انيميا الحديد بس، يعني هو الحديد جزء من العناصر الغذائيه، لكن غالبا اللي عنده انيميا حديد واللي سببها سوء تغذيه اكيد هتبقى في اسباب تاني تمام. عشان كده لا يفضل لو الحديد اللي انا باخده ده يكون محتوي على مواد اخرى تنفعني في الـ في الـ في الـ تنفعني في سوء التغذيه اللي موجود عندي. زي ايه مثلا؟ زي وجود فيتامين سي اللي هو بيساعد على امتصاص الحديد، زي وجود الحديد على احماض امينيه، فده بيحميه وبيخليه ما ياثرش على الجهاز الهضمي بتاعنا، زي موجود حاجات اللي بيسموها الانتي اوكسيدنت، طبعا اكيد حضراتكم سمعتوا عليها فترات طويله، اللي هي مضادات الاكسده، اللي هي بتقول ان هي بتعمل ديلينج شويه او تاخير شويه لمساله الاكسديشن اللي هو او الاكسده، اللي بتؤدي ان هي الاكسده دي ليها علاقه، بيقولوا ان لها علاقه بالشيخوخه وليها علاقه بحدوث كتير من الامراض نتيجه ان بتحصل اكسده لبعض الاغشيه المبطنه للشرايين، وبيؤدي لحدوث الاثيروسكلوروزيس اللي هو تصلب الشرايين، اللي هي حاجه احنا بنشوفها كلنا على مدى الايام. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم دلوقتي عن قصه الكوفيد وكده، طب احنا قلنا ان الانيميا وبنحاول نعالجها، لان الانيميا من الاسباب دي الاسباب اللي في ايدينا احنا بنزود بيها مناعتنا عشان نواجه الكوفيد، بما اننا لحد دلوقتي ما عندناش اي علاج محدد ليه. يتبقى ايه تاني؟ يتبقى ان انا، طب انا فرضنا ان انا، احنا للاسف وصلنا دلوقتي في مصر لمساله ان هو بقى فيه انتشار مجتمعي كتير، احنا بنسمع يوميا الناس بتسخن وكده، المساحات متوفره، لا مش متوفره، لا بنعمل، لا بوزيتيف، لا مش بوزيتيف، لا بما ان الحالات بقت كتيره قوي، بقت المستشفيات مش قادره عليها، فاحنا بنعمل حاجه اسمها عزل منزلي. تمام. طب الشخص المخالط للمريض ده المفروض ان هو ياخد حاجه؟ اه طبعا المفروض ان ياخد حاجه. المخالط ده عنده نسبه ان هو لا سمح الله يحصل فيه برضو، يعني يحصل فيه انه يجيله الفيروس. طب ايه الحاجات اللي ممكن ياخدها؟ اشهر حاجه اللي ممكن ياخدها ليه، حاجات لازم ندي حاجات تزود المناعه، اشهر حاجه ممكن ياخدها ايه؟ الزنك. اكيد كلنا سمعنا عن القصه دي. الزنك هو العامل الاساسي في مساله مناعه البني ادم. الزنك بالذات كمان في موضوع الكوفيد ده، في موضوع الكورونا، هو بيقدر يعمل انهبيشن للريبليكيشن بتاع الفيروس. الفيروس ده بيتكون من ماده اسمها ار ان اي، ان هو يتكاثر في جسم الانسان تمام. الريبليكيشن بتاعه ده الحاجه الوحيده لحد دلوقتي اللي نقدر نقول ان هي ابروفد، ان هي بتوقف القصه بتاعه التكاثر بتاع الفيروس ده، هي الزنك. عشان كده احنا الزنك بقت ماده اساسيه بالنسبه لنا، اللي انتوا شفتوها وموجوده في بروتوكول وزاره الصحه، ان الزنك من الحاجات اللي يفضل ان هي لازم تتاخد مع المريض على طول. طيب هل اي زنك انا ممكن اديه؟ لازم الزنك تكون له مواصفات محدده. ايه المواصفات المحدده؟ لازم الزنك ده يكون تركيزه كويس، لازم الزنك ده يكون تركيزه كويس، لازم الزنك ده يكون امتصاصه كويس، لازم يكون طعمه كويس عشان يقدر المريض ياخده. تمام؟ جميل. طيب احنا عندنا ال 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 القصه بتاعت الزنك دي، قصه بقت موجوده بقول لحضراتكم في البروتوكول بتاع وزاره الصحه. طيب احنا عندنا يعني مساله الكوفيد، هو فيروس بيدخل جسم الانسان، بيقال ان هو التارجت بتاعه هو اللنج اللي هي الرئه، الهدف الاساسي بتاعه هو الرئه، اللي بيوصل لها وبيؤدي لا سمح الله الى فشل تنفسي ايا كانت الاسباب مختلفه، وبيؤدي للخطوره على المريض. طيب انا ايه علاقه الزنك بالقصه دي؟ القصه دي ان انا بقول لك ان انا الزنك ده هو الحاجه الوحيده اللي في ايدي دلوقتي اللي تقدر تقلل الريبليكيشن، او تقدر تقلل التكاثر بتاع الفيروس بعد دخوله لجسم الانسان. هو لحد دلوقتي ما توصلنا اليه انه سبب الوفاه في الكوفيد هي حاجه بيسموها سيتوكروم، اللي هي السيتوكروم ستروم. يعني ايه سيتوكروم ستروم؟ بيسموها عاصفه مناعيه، هي دي المساله اللي بتأدي. عشان كده بيقولوا ان ربما تكون الحالات المور سيفير الشديده من الكوفيد اتعرضت لكذا مره، حصل كذا مره اكسبوجر للفيروس تمام، بقى في ريجولار ستيميوليشن، بقى في يعني استثاره غير منتظمه للجهاز المناعي، لحد ما يرد الجهاز المناعي برد فعل عنيف جدا 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 تمام، بتحصل التهابات. عشان كده لما لا سمح الله بتحصل وفاه، بتبقى مش نتيجه فشل تنفسي بس، لا ده بيجدوا كمان شويه التهابات شديده جدا 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 في الاغشيه المبطنه للشرايين، وجلطات صغيره بقت هي دي السبب الاساسي في الوفاه.
عشان كده ومن هنا جبت ابتدينا نفكر طب احنا نستخدم ايه، وابتدوا يستخدموا مثلا البلاكونيل، وان كان لسه الكلام مش اكيد اللي هو الهيدروكين يعني، لكن لسه الكلام ده مش ابروفد عليه نظرا ان هو ليه بعض السايد افكتس بتاعته. لكن احنا ابتدينا نستخدم، بقينا نستخدم ادويه تثبط المناعه، مقصود بيها ان انا اقلل مناعتي خالص، اقلل مناعه مش اقلل مناعه المريض، اقلل رد الفعل بتاع الفيروس، مش اقلل مناعه اللي هو مناعه المريض لو كانت قويه ربما كان ما كانتش ادت ان الفيروس يتكاثر في جسمه، لكن انا هقلل رد فعل المريض المناعيه ناحيه الفيروس. السيتوكروم ستروم دي هي السبب الاساسي للوفاه، عشان كده احنا بنحاول نروح عليها، عشان كده بقينا ندي ادويه مناعه في الحالات السفير ممكن توصل لسوديوم درون، الادويه الشديده يعني اللي هي بتتعطي بالحقن او الهيدروكين وهكذا. طيب ال 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 من هنا مساله ان احنا بقينا نسمع كتير ان احنا محتاجين كلنا ناخد زنك، لان احنا بعد وصول المرض لمساله الانتشار المجتمعي هو ما بقاش موجود عند ناس محدده، زي ما كنا بنسمع زمان في نشرات الاخبار يقول لك ده في حاله كورونا، فلما في حاله كورونا اتعزلت، لا ده ناس كتير جدا 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 موجوده دلوقتي، واحنا مش عارفين الارقام بتاعتها ايه، وبقينا نوصل في بروتوكول وزاره الصحه دلوقتي ان احنا بنقول الله يعزل نفسك منزلي حتى من غير ما تعمل المسحه، نظرا لان المساحات قليله، او حتى لان المساحات ما بتفرقش، هي المساله مش مساحات قليله بس، مش مساله تجاريه بس، مش مساله اقتصاديه بس، لكن مساله طب انا بعد عملت مسحه وطلعت ايجابيه، طب انا هل فرق في العلاج معايا؟ لا ما فرقش. يعني انا هل بناء على المسحه دي انا فرق، انا اديت علاج جديد؟ لا الحقيقه لا ما حصلش، انا ما اديتش علاج جديد لما حصل كده، تمام. انا بمشي تقريبا على نفس البروتوكول، يمكن بس المسحه بتاكد لي ان انا ماشي في طريق الكوفيد بس، تمام، لكن مفيش فرق في النتائج لحد دلوقتي. انا السلاح الوحيد اللي معايا هو المناعه لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، السلاح الوحيد في البشريه كلها قدام الكوفيد هو المناعه. عشان كده احنا كل قصتنا ان احنا بنحاول نزود المناعه. من هنا جاء القصه بتاعت الزنك، من هنا جت قصه الزنك، قصه الزنك بالذات كمان لو كان مضاف عليه من الحاجات الانتي اوكسيدنت الكتيره جدا اللي موجوده، اشهرها فيتامين سي، يمكن فيتامين سي والزنك بقى هم السلاحين الاساسيين دلوقتي. وعشان كده سمعنا المشكله ان لما تحس سحبت من الصيدليات وكده، وبنحاول ندور للناس على مصادر طبيعيه، لكن الفيتامين سي والزنك هم الحاجه الوحيده اللي تحاول المتاحه في ايدينا دلوقتي تزود مناعه المريض شويه، وبالتالي تخليه مقاوم للمرض عند دخوله، وبالتالي ان شاء الله ندخل نمر بيه لو يعني نمر بمرحله بسيطه. على فكره في 40%، يقال ان في 40% من المرضى بتوع الكوفيد 19 اللي هو الكورونا بيعدوا من غير ما يحسوا خالص، دول لان مناعتهم قوي بيعدوا طبعا. وفي نفضل بقى الناس بتدخل بمرض بس النسبه بسيطه، وناس بتبقى بمرض متوسط لحد ما ندخل في الامراض الشديده اللي بتدخل في مشكله. عشان كده احنا مهم بقت عندنا مهمه جدا 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 قصه الزنك وفيتامين سي دي، مهمه جدا 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 قصه الزنك دي. الزنك هو بقت الحاجه الاساسيه اللي في ايدينا، عشان كده احنا عايزين ندي نوع زنك يكون كويس، تركيزه كويس، طعمه كويس، امتصاصه كويس جدا، ما بيسببش مشكله في الامتصاص. هم الزنك ده يمكن اشهر حاجه موجوده دلوقتي، واشهر حاجه احنا بقينا نكتبها وكنا بنكتبها من زمان في المرضى، بالذات المرضى المزمنين اللي هم زي مرضى الدايبيتس ومرضى الهايبرتنشن، هو الاوكسفرين. الاوكسفرين ده حاجه مالتي فيتامينز تحتوي على اشهر حاجتين تحتوي عليهم هم الزنك وفيتامين سي، بالاضافه لحاجه لطيفه جدا الاوميجا 3 كانتي اوكسيدنت. كلمه انتي اوكسيدنت يعني ايه؟ انتي اوكسيدنت يعني ضد التاكسد، مقصود بها ايه؟ وجدوا ان كتير من التفاعلات اللي بتحصل في من الاميون سيستم بتحصل نتيجه حاجه اسمها اكسجين فري راديكال، يعني ذرات الاكسجين اللي هي بتبقى حره طليقه كده في الدم، وهي اللي بتؤدي لاكسده بعض المناطق والتهابها، بالذات المناطق اللي هي عباره عن الاغشيه المبطنه للاوعيه الدمويه اللي هي بيسموها انديثيليال ديسفانكشن. الدكاتره اللي هيبقوا سامعيني يعني فاهمين الكلام ده مقصود بيه. فمساله الانسولين ديسفانكشن دي هم بيحاولوا يقللوها كتير بالانتي اوكسيدنت. انا احاول اعمل اكيباينج للفري راديكال بتاعه الاكسجين، بحيث ان انا ما تعمليش المساله بتاعه الاكسيديشن لبعض الاندوثيليال فانكشن لبعض الاندوثيليال تيشو وتؤدي للاندوثيليال ديسفانكشن. انا يعني ده كان كل كلامنا عن ما نقصده بالكلام عن المناعه. احنا لحد دلوقتي زي ما اتفقنا المناعه هو الشيء الوحيد اللي في ايدينا دلوقتي، ما حدش يقدر يحكم ليه لما حد المريض احنا بنشوف مرضى مثلا كوفيد ليه بتعدي الامور ببساطه في منتهى البساطه جدا، ممكن ما يحسش بحاجه خالص او يحس بحاجات بسيطه خالص، وليه برضه بعض المرضى الكوفيد لا سمح الله بيحتاجوا انهم يروحوا المستشفى، يعني ويروحوا المستشفى، وفي منهم بيحتاج عنايه مركزه، وفي منهم محتاج جهاز تنفس صناعي. الفرق في المناعه وحاجه تانية، هي المناعه بتفرق في ايه؟ المناعه بتفرق في حاجه اسمها فايرال لود. يعني ايه فايرال لود؟
لو مريض مناعته، لو المريض مناعته قويه ما بيسمحش بكميه، ما بيسمحش بكميه ريبليكيشن او لتكاثر الفيروس جوه جسمه كتير، وبالتالي كميه الفيروس اللي في الجسم بتبقى قليله، والفيرولنس بتاع الفيروس بتبقى قليله، الفيرولنس اللي هي شراسه الفيروس. لو المناعه، لكن لو المناعه ضعيفه لا، كميه الفيروس تبقى كتيره جدا جدا ككما، وكمان شراسته هتبقى عاليه جدا جدا، واحنا هنأدي هنخليه يأدي كل الفانكشن بتاعته اللي احنا توصلنا المشكله ان الحاله تبقى سيفير. ربنا يحفظنا جميعا، ويحفظ بلادنا، ويحفظ ولادنا، ويحفظ اسرنا. لكن واجب علينا دلوقتي ان احنا نهتم، احنا قدامنا حاجتين هما الاساسيين لحد اللحظه اللي انا فيها دي، مساله التباعد الاجتماعي اللي في ايدينا نقدر نعملها لحد ما ربنا يستر ان شاء الله، ونكتشف مصل محدد او علاج محدد للفيروس. والحاجه الثانيه ان احنا لازم نحافظ على مناعتنا كويس، لازم نحافظ على مناعتنا كويس. كل العادات السيئه من اكلات من فاست فود، الوجبات السريعه اللي كلنا بناكلها دي، والحاجات اللي كلها معظمها مصنعه زي البيبسيات والشيبسيات والتدخين والكلام ده، كل الاشياء دي بتضعف المناعه. اضمن ان انا اكل كويس، انام عدد ساعات نوم كويس جدا، ابعد عن الاسترس خالص. انا بقول لحضراتكم بقى في كلام دلوقتي وكلام كبير او كتير على مساله الاسترس اللي بتحصل للمريض بتاع الكوفيد، ان المريض الكوفيد ده لما بيدخل بستريس وبانيك اتاك نتيجه اللي هو نتيجه انه عارف ان هو مريض، وانه مريض بالكوفيد، والكوفيد ده حاجه شافه بيموت ناس وكده، بيدخل في حاجه اسمها بانيك اتاك. البانيك اتاك دي ربما تؤدي الى الوفاه. ليه؟ لانها بتؤدي لانهيار الجهاز المناعي بتاعه، الاميون سيستم بتاعه تقريبا بينتهي خالص، بتبقى مقاومته قليله، فبيدي فرصه للفيروس انه يتكاثر بشده جدا ويبقى شرس جدا. طيب دي الحاجات الطبيعيه. طب الحاجات الثانيه، الحاجات احنا لازم نحاول نقوي جهازنا المناعي، لازم اذا كان في انيميا نتعالج. اي حد مخالط، واحنا كلنا للاسف دلوقتي بقينا مخالطين، يعني في الوقت الحالي بما ان احنا وصلنا لمرحله انتشار مجتمعي، يعني ما تقدرش تقول كلمه مخالط، مش لازم اكون عايش مع المريض، لكن ممكن اكون قابلته في مواصلات، قابلته في شغلي، قابلته في اي مكان في الشارع. كلنا بننزل نشتري، بنشتري، ندخل ماركت، ندخل سوبر ماركت، ندخل هايبر ماركت، الحاجات الكبيره بتختلط بالناس. انت كده مخالط، فكره مخالط ما قدامكش ان انت تزود مناعه، ربنا يستر ان شاء الله طبعا، وده ما يحصلش ان يحصل انفكشن، بس لو فرضنا انت بتحاول تزود مناعتك جدا بحيث الامور تعدي بسلام. لازم نعالج الانيميا بتاعتنا كويس، ونعالجها علاج يكون وصلنا لمرحله ان احنا ان شاء الله نخلي الاميون سيستم بتاعنا كويس. احنا طالما في انيميا هيبقى الاكسجين، الانيميا الهيموجلوبين ده عامل زي ايه؟ عامل زي عربيات النقل. يعني انا لو باكل كويس وبتنفس كويس، الاكل والاكسجين بتوعه دول محتاجين، انا باكل وبيوصل الاكل للجهاز الهضمي، الاكسجين بيوصل للجهاز التنفسي، لكن عشان الاكسجين والاكل ده يوصلوا لكل اجزاء الجسم احنا محتاجين لعربيات النقل. عربيات النقل دي هي الهيموجلوبين. فايه قيمه ان انا باكل كويس وبتنفس كويس وما عنديش عربيات النقل اللي تنقل الحاجه دي للاماكن استخدامها اللي هو باقي الجسم؟ تمام. فبما انني وصلت ان عندي انيميا، هيبتدي مساله نقل الاكسجين ونقل الغذاء لباقي اجزاء الجسم ده هيقل كتير، وبالتالي من ضمن اجزاء الجسم المهمه ايه؟ الاميون سيستم، الجهاز المناعي، يبتدي جهاز مناعتي او كفاءه الجهاز المناعي بتاعتي تقل. طيب ده بالنسبه للانيميا. الحاجه الثانيه، انا احاول ازود الحاجات اللي ممكن تقوي جدا جهاز المناعي، اشهرهم الزنك وفيتامين سي. الزنك وفيتامين سي والانتي اوكسيدانت اللي هي المضادات، مضادات الاكسده زي اللاكتوفيرين وزي الاوميجا 3، هم اكتر الحاجات الموجوده دلوقتي اللي ممكن تساعدنا في قصه المناعه دي. اتعشم ان شاء الله ان ربنا باذن الله يعني اكون عرفت افيدكم باي حاجه، وربنا باذن الله يعدي الايام دي على خير، ويحفظكم ويحفظ بلدنا ويحفظ اسرنا. كل سنه وحضراتكم طيبين، وناخد بالنا من نفسنا، ونحاول نزود مناعتنا على قد ما نقدر، ونحاول نعمل تباعد اجتماعي، ونلتزم شويه زي ما بيقولوا، نتباعد شويه لحد عشان باذن الله نلتقي دايما باذن الله على خير. كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا باذن الله. شكرا.